هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ ونتقرب إلى الله بحب علي رضي الله عنه، وبحب آل بيت النبي رضوان الله عليهم وصلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، خلي بالك، أخذ تمرة من تمر الصدقة، يا الله. والحديث رواه البخاري ومسلم، أخذ الحسن بن علي طفل صبي صغير، وجد تمرة، تمرة يعني بلحة، وجد تمرة من تمر الصدقة، ما يعرفش ولا يعرف الحكم، فامتدت يد الصبي إلى التمرة فأخذها. أول ما رآه المعلم والمربي صلى الله عليه وآله وسلم قال له كخ كخ. الله الله يفرح قلبك بالطاعة يا شيخ محمد حسان، كان كلمة كخ دي كلمة النبي قالها. يا راجل، ده احنا كنا مكسوفين منها واحنا بنقولها الفيوت، في بيوت الفلاحين هناك، بيوت ابائنا وامهاتنا، كنا مكسوف. لا ما تتكسفش، هذه اللفظة نطق بها اشرف فم، فم الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال النبي للحسن كخ كخ، ارمي بها ارمي بها. بايه؟ بالتمرة. ثم قال معلما مؤدبا مربيا، أما علمت، يا كلمة كبيرة قوي، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ إيه التوجيه ده؟ إيه التربية دي؟ خطأ. يا مولانا كبر دماغك، تمرة يا راجل، وده عيل صغير ولا عارف حاجة، ما تضايقهاش كده يا عم الشيخ، مش ده اللي هيحصل دلوقتي. ها طيب، صفقة صفقة، تلاقي الأب يقول إيه؟ الصفقة دي هربح منها مليون، مليون هطلع منهم 10,000 لله. يجي شيخ من أهل عمره، لا ده حرام، الصفقة دي صفقة محرمة ربوية. فودي يا مولانا عدد وخلاص، هنطلع منها ربنا 10,000. ربنا، وربنا محتاج العشرة آلاف مني ومنك، هو الملك جل جلاله فقير إلى عطائك وعطائي؟ أنسيت أن ما أنت فيه إنما هو عطاؤه وفضله جل جلاله؟ لكن شوف النبي، تمرة ارم بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ توجيه في جزئية قد يقلل من شأنها كثير من الآباء، أو قد يحتقرها كثير من الآباء. الولد قد يرتكب جرما أو خطأ كبيرا، ما فيش مشكلة مولانا، ما تكبرش الموضوع، ده موضوع عادي، ده موضوع صغير، ده موضوع تافه، فيتربى الولد على التقليل من شأن الحرام والاستهانة بالحرام، وتختلط عنده الأمور وتختل بين يديه الموازين ولا يفرق بين الحلال والحرام، فضلا عن المشتبهات بين الحلال وبين الحرام. ما دام الوالد ييسر له الحرام إن ارتكبه مرة أو مرتين أو ثلاثا، لا كخ ارم بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ هذا هو رسول الله المعلم والمؤدب والمربي، عمر ابن أبي سلمة رضوان الله عليه، والحديث أيضا في الصحيحين، يقول كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. عمر ابن أبي سلمة حين توفي أبو سلمة وتزوج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة رضي الله عنها، وصارت أما من أمهات المؤمنين، فكان عمر غلاما في حجر النبي، يعني رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن تربيته وتأديبه. اسمع، يقول عمر كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني يوضع إناء الطعام، فده غلام يجلس يأكل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، يعني لا يأكل من مكانه الذي يواجهه في الإناء أو في صحفة الطعام. فقال له المعلم والمربي صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام، سم الله
سم الله، يعني قل بسم الله، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما فارقته هذه الأخلاق ولا هذه الآداب بعد هذا التعليم النبوي الجليل المبارك؟ ما فارقته أبدا. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. توجيه، تربية في خلق قد لا يلتفت إليه كثير من الآباء. فهلا وجهت ولدك الليلة وغدا أيها الوالد الكريم، إن رأيت ولدك يشرب بشماله أو يأكل بشماله، يا شيخ محمد يا عم كبر دماغك بقى يا مولانا، إيه الكلام أنت عمال تقوله ده يا عم؟ الشيخ فلسطين ضيعة والقدس ضيعة وغزة وإخواننا أسأل الله أن يفرج كربهم، والوضع في درفور أنت شايف، واللي بيأكل بيمين وأكل يا عم الشيخ محمد كبر دماغك، اتق الله مولانا. أعوذ بالله، أعوذ بالله. وهل ستنصر الأمة وتعاد القدس وينصر إخواننا في غزة ويمكنوا للدين بالتخلي عن سنة النبي الأمين؟ ما هذا الخلل؟ ما هذا الخلل؟ والله العظيم لن تسترد الأمة المقدسات، ولن تسترد الأمة عزتها ولا مكانتها ولا كرامتها إلا إذا تعاملت مع كل هدي النبي بغاية الحب والأدب والتقدير والتكريم. ولك سنة، يعني إيه سنة؟ يعني ملهاش قيمة؟ ملهاش كرامة عندك؟ طيب أين قيمة وكرامة ومكانة صاحب السنة في قلبك إن كنت تستهين بالسنة؟ أنا صاحي يا أخي، أنا ما حضرتك، أنا ما حضرتك. إن كنت ممن تقول بفقه الأولويات على دماغي من فوق على راسي، فقه الأولويات فقه معتبر، أول من أصله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض على أغنيائهم صدقة أو حقا لفقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فقه أولويات في الدعوة إلى الله. لكن اسمع حضرتك مني، شتان شتان بين القول بفقه الأولويات في الدعوة إلى رب الأرض والسماوات وبين السخرية والتحقير للفرعيات والجزئيات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تحقر فرعا ولا تحقر جزءا، وإنما قل بفقه الأولويات في الدعوة إلى